رفعة المشاهد تبدأ الآن. أهلا بكم مشاهدينا وإلى أبرز العناوين. المملكة تعلن إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية. انطلاق فعاليات منتدى المياه السعودي 2019 بمشاركة إقليمية ودولية. اتحاد الإعلام الرياضي يطلق جائزة التميز للإعلام الرياضي. مشاهدينا أولى ملفاتنا الصحفية، حيث أعلن قائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن التركي بن بندر عزم المملكة إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية مماثل لما هو موجود الآن في قاعدة نيلس الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن برنامج تطوير القوات الجوية. وأكد الأمير التركي بن بندر أن المركز سيدعم بالكوادر البشرية المؤهلة وكذلك بالأنظمة التي ستتيح للأطقم الجوية والفنية التدريب في واقع قريب ومماثل للحرب الحديثة. ومشاهدينا قبل البدء بمناقشة ملفاتنا الصحفية، دعوني أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ضيفي في الاستديو الإعلامي الأستاذ عبد الرحمن المرشد، حياك الله. كنت بقول الاسم الثاني. حياك الله. وايضا من تبوك ضيف الاعلامي الاستاذ خالد العطوي، حياك الله استاذ خالد. اهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. ابدا معك استاذ عبد الرحمن، ما اهميه هذا المركز في ظل مواجهه التحديات الحاليه؟ صحيح، طبعا الوضع السياسي والوضع الاقليمي حقيقه، وما تشهده المملكه العربيه السعوديه حقيقه، من يعني احنا الان في حرب في اليمن، واحنا الان المشاكل موجوده الان في المنطقه. فلذلك يجب ان يكون عندك سلاح قوي، يجب ان يكون عندك سلاح تقنيات حديثه. بدنا نتكلم عن التقنيات الحديثه. الان الحرب ليست حرب كم بقدر ما هي حرب كيف. حرب الكيف اللي هو يجب ان تكون متسلح بافضل التقنيات الحديثه، وهذا ما تسعى اليه المملكه العربيه السعوديه من خلال الاستفاده واستخدام أفضل التقنيات، ومن خلال حقيقة جلب أفضل الأسلحة وأفضل التقنيات الحديثة الموجودة على مستوى العالم، موجودة في المملكة العربية السعودية. طبعا لو تحدثنا مثلا عن مساحة المملكة العربية السعودية أستاذة بدور، المملكة العربية السعودية مساحة قارة، مساحة حقيقة مترامية الأطراف. صحيح. ولذلك وجود أو يعني التأكيد على مثل هذه الأسلحة التقنية النوعية مهم وضروري، وبالذات الأسلحة الجوية. أنت إذا كان عندك مساحة كبيرة تتطلب أسلحة سريعة التنقل، سريعة التحرك، وهذا حقيقة لا يتوفر إلا من خلال الأسلحة الجوية. المملكة العربية السعودية يعني لديها حقيقة سلاح جوي يعتبر من أفضل الأسلحة الجوية على مستوى العالم. نعم. المملكة متطورة في هذا المجال، ومملكة حقيقة لا تدخر يعني حقيقة يعني لا تدخر جهدا حقيقة في الأخذ بأساليب التقنية الحديثة. المملكة يعني لديها أيضا مشاركات مهمة ومشاركات متعددة. صحيح. وتستخدم حقيقة هذه التقنيات المتطورة أيضا في العديد من المهام، ليست قتالية فقط، أيضا إن هناك مهام أخرى اللي هي مهام مكافحة الإرهاب. يعني المملكة عليها، المملكة الآن هي من أسست حقيقة التحالف الإسلامي، التحالف الإسلامي المعني بمكافحة الإرهاب. أيضا المملكة تشارك في التحالف الدولي ضد داعش من خلال حقيقة من خلال يعني العديد من الطلعات الجوية. لذلك المملكة العربية السعودية متواصلة في هذا الأمر. المملكة العربية السعودية لديها يعني حضور كبير في هذا المجال. أيضا لو تحدثنا عن موضوع اللي هو الكوادر الوطنية، كما ذكر في الخبر أيضا من ضمن الأشياء المهمة اللي هو التأكيد والتركيز على تدريب وتطوير القوى البشرية الوطنية اللي تستطيع التعامل مع هذه الأسلحة النوعية الحديثة. وهذا حقيقة ما يؤكد أن المملكة العربية السعودية يعني من خلال هذا التطوير تطبق رؤية المملكة 2030 اللي أكدت على حقيقة الاهتمام بالعنصر البشري. نعم. نتكلم عن العنصر البشري هذا لكن بعد قليل. أستاذ خالد، ما أثر هذا المركز على نفوس السعوديين خاصة من الناحية الأمنية إذا بنتكلم عن هذا الجانب؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أمس
قرأنا الخبر الذي أعلنته السعودية، وهي عزمها على إنشاء مركز حرب جوي يتخذ من المنطقة الشرقية مقرا له. هذا المركز الحربي الجوي لا يوجد إلا في الدول المتقدمة، يعني مثيلا لهذا المركز الذي تعتزم السعودية إنشائه لا يوجد إلا في 4 دول، في أمريكا، بريطانيا، روسيا، الصين. نعم. الآن السعودية ولله الحمد يعني خطت خطوة نحو يعني الاعتماد على سلاح الجو السعودي، والسعودية ولله الحمد تمتلك منظومة سلاح جو تعتبر هي الأقوى في منطقة الشرق الأوسط. اختيار حقيقة يعني اختيار المنطقة الشرقية مقرا لهذا المركز هي رسالة أظنها وصلت لإيران وأذنابها في المنطقة. هناك يعني تحديات تحيط بالسعودية وبالوطن العربي، يعني إيران وتهديداتها لبعض الدول العربية، كذلك دعمها للحوثيين في اليمن. بإذن الله تعالى أن هذا المركز سيكون هو الحاسم وهو الأقوى. وأنا أتفق مع أخي في الاستوديو عندما ذكر بأن المملكة العربية السعودية دولة يعني فيها مساحات شاسعة، يعني المملكة تعتبر قارة، فضرورة في هذا الوقت وفي عصر السرعة ضرورة تفعيل سلاح الجو، حتى يعني كما نعرف أن الطائرات سرعتها في 3 دقائق تستطيع أن تصد العدوان أو التدخل أو لكل من يريد أن يتربص ويعتدي على حدود أمن المملكة. نعم أستاذ عبد الرحمن، ما أهمية دعم وجاهزية القدرات القتالية للقوات المسلحة؟ طبعا القوات المسلحة المملكة العربية السعودية حقيقة على قدرة قتالية عالية، ودائما كما ذكرت أستاذة بدور تأخذ بأساليب التطوير وبأساليب التحديث. نعم. احنا طبعا سمعنا أن المملكة العربية السعودية من خلال يعني عقد العديد من الصفقات مثل ثاد، في صواريخ ثاد وصواريخ S-400 والعديد حق، وأهم حقيقة الطائرات القتالية الموجودة على مستوى العالم موجودة في المملكة العربية السعودية. لكن الأجمل من هذا يا أستاذ بدور أنه من يتحكم أو من يقود مثل هذه العمليات القتالية هم حقيقة أبناء الوطن. أن الآن مثلا لو تحدثنا أستاذ بدور مثلا عن الصواريخ اللي أطلقها الحوثي على المملكة العربية السعودية أكثر من 200 صاروخ، من يتصدى لمثل هذه الصواريخ لقوة الدفاع الجوي؟ كلهم حقيقة من أبناء الوطن الذين يمتلكون القدرة والحرفية والجاهزية. أيضا مثل هذه المراكز الآن موجودة اللي تم الإعلان عنها وهي من أهم المراكز على مستوى العالم. صحيح. مثل هذه المراكز الآن من المؤكد أنه سيتم تدريب وتطوير أبناؤنا حقيقة على مثل هذه القدرات القتالية العالية، وهي حقيقة رسالة واضحة لمن يريد أن يتربص شرنا بالمملكة العربية السعودية. المملكة كما ذكر دائما حقيقة لا تريد الشر لأحد ولا تتربص بالشر لأحد، ولكن لن تسمح المملكة العربية السعودية لكائن من يكون أن يأخذ شبر من المملكة العربية السعودية. المملكة بالعكس، المملكة أيضا جاهزيتها وقدراتها القتالية أيضا في يعني هي تكون في دعم ومساندة الأشقاء. ونحن نعلم ما حدث في اليمن عندما قامت العصابات الحوثية بالاستيلاء على مقدرات هذا البلد وكادت حقيقة أن تستولي عليه، ولكن عندما طلبت الشرعية اليمنية تدخل المملكة العربية السعودية قامت المملكة العربية السعودية بتكوين التحالف العربي بقيادة المملكة. صحيح. وكان هناك تدخل سريع ولله الحمد، واستطاعوا دحر الحوثي والحمد لله تحرير ما يقارب 85% من الأراضي اليمنية، وسنسمع قريبا بإذن الله عن تحرير كافة الأراضي اليمنية من الاعتداءات والميليشيات الحوثية الإيرانية إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. أستاذ خالد، إطلاق مركز بهذه القوة ماذا يعني؟ يعني إطلاق هذا المركز له دلالات كثيرة، يعني القوة العسكرية القادمة للمملكة العربية السعودية. يعني نحن نعرف أن المملكة يعني لديها قوة اقتصادية، كذلك لديها قوة دبلوماسية. الآن تعكف المملكة على تطوير منظومة وزارة الدفاع بشكل كامل، وأنا أعتقد أن هذا هو التطوير الأكبر
لوزارة الدفاع بدأت المملكة بتطوير سلاح الجو، وكما ذكرت لك أختي الكريمة بأن هذا السلاح يعتبر هو يعني الخط الأول لمواجهة أي عدوان على أرض المملكة. هذا المركز يعني له مردود نفسي على أمن الوطن وساكنيه، كذلك لهذا يعني لهذا المركز كذلك له رسالة قوية، ويعني كما يقولون تدل دربها إلى من يريدون أن يتربصوا بأمن المملكة العربية السعودية. آخر نقطة أختي الكريمة، يعني سلاح الجو السعودي ولله الحمد متطور ويشارك في تمرين العلم الأحمر الآن بقاعدة أمريكية هي مماثلة لنفس القاعدة التي ستنشأ في المملكة. المملكة ولله الحمد لديها أكثر من 13 قاعدة جوية. سيكون هذا المركز هو المتحكم أو الذي سيشرف على التدريبات الجوية التي ستطور سلاح الجو السعودي لينضم إلى مصاف الدول المتقدمة. إذن مشاهدينا ننتقل إلى ثاني ملفاتنا الصحفية، حيث انطلقت صباح أمس أعمال منتدى المياه السعودي تحت شعار مياه مستدامة لتنمية مستدامة برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة وحضور قادة قطاع المياه وخبراء المحليين والدوليين والمستثمرين والباحثين في مجالات المياه. ويعد المنتدى فرصة مهمة للاستفادة من خلاصة الخبرات المحلية والعالمية في قطاع المياه والاطلاع على الممارسات الناجحة في الوصول إلى أفضل الحلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع وتطوير مشاريع المياه التي تتوافق مع احتياجات المملكة. أستاذ عبد الرحمن، برأيك أين تكمن أهمية إقامة مثل هذا المنتدى على أرض المملكة؟ طبعا كلنا نعلم أن المملكة العربية السعودية حقيقة بلد لا توجد فيه يعني لا توجد فيه مياه، يعني لا يوجد أنهار، لا يوجد بحيرات، لا يوجد مصادر مياه حقيقة تغذي المملكة العربية السعودية. يعني خلينا نتكلم بكل صراحة، يعني اعتمادنا بشكل كبير حقيقة على اللي هي تحلية المياه، وتحلية المياه لمن لا يعلم هي مكلفة جدا، سواء من ناحية إنشاء محطات التحلية أو من ناحية صيانة محطات التحلية. وللمعلومية أستاذ بدور أن حتى صيانة محطات التحلية لها عمر افتراضي، بعدها جميع هذه المحطات تتلف ويتم إنشاء محطات جديدة. لذلك التعامل مع المياه وتحلية المياه من البحار فهي عملية مكلفة وشاقة جدا. المملكة العربية السعودية يعني اتخذت العديد من الخطوات والعديد من الإجراءات لمنع هدر المياه في المملكة العربية السعودية. نعم. يمكن من أبرز الخطوات اللي هي إيقاف زراعة القمح، وهذا الأمر تم قبل عدة سنوات. الآن قبل تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات تم أيضا إيقاف زراعة الأعلاف، لأن كل هذه حقيقة الأنواع تستنزف المياه، وفعلا استنزفت المياه ومخزون المياه في المملكة العربية السعودية. لابد أن يكون هناك اهتمام، لابد أن يكون هناك ترشيد. الترشيد طبعا ليس من الدولة فقط ومن الزراعة، أيضا لابد أن يكون هناك أيضا ترشيد من المواطن. نعم. من المواطن والمقيم، يعني هناك حقيقة استنزاف للمياه بشكل كبير، والمياه ثروة هائلة، لابد حقيقة أن يتم الاهتمام بهذا الأمر، ولابد أن يتم متابعة هذا الأمر. لابد أيضا أن يكون هناك إجراءات صارمة لمن يقوم بهذا هدر المياه بشكل مبالغ فيه. الآن مثلا لو تحدثنا عن الزراعة، أنا سبقا تحدثت هذا بدور في أكثر من مناسبة وذكرت أنه يعني التوسع في الزراعة يا أستاذة بدور هنا في المملكة العربية السعودية. نعم. في مقابل استنزاف المياه، أنا أرى أنه يجب أن يتم التقليل من التوسع في الزراعة. لماذا؟ لأنه إحنا ليس عندنا مياه متوفرة، ليس عندنا مياه كافية. ما دام الدول المحيطة فينا لديها حقيقة قدرات زراعية وتصدر المملكة، أنا أعتقد أنه يتم لا يتم الاكتفاء، ولكن يتم مثلا الاستفادة من 50-60% من ما يأتي إلينا من
خلال الاستيراد، وفي مقابل تقليل استنزاف المياه على المملكة العربية السعودية. أنا أعرف أرقام مهولة ذكرت عن حجم الإنفاق في المياه في المملكة العربية السعودية، لذلك إقامة مثل هذا المنتدى في المملكة العربية السعودية جاء في وقته وجاء في وقته السليم. ولذلك إنه المملكة العربية السعودية من اهتمامها بهذا المصدر يوجد وزارة متخصصة بهذا الاسم اللي هي وزارة الزراعة والمياه. كل هذا يؤكد أن المملكة ترعى هذا الجانب، لكن لابد أن يكون هناك يعني توعية، لابد أن يكون هناك إرشاد لمثل هذه المواضيع. أيضا أنا أشيد بما تم سابقا اللي هو إيقاف زراعة القمح، وأشيد بما تم لاحقا اللي هو إيقاف زراعة الأعلاف، ويجب الاهتمام بهذا الأمر، ويجب أيضا أن تكون هناك حملات ترشيد للمواطن والمقيم. نتكلم عن هذه النقطة أكيد، لكن دعني أسأل أستاذ خالد، ما مدى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال؟ والله حقيقة يجب على المملكة العربية السعودية أن تستفيد من بعض تجارب الدول التي حصل فيها تقريبا نقص في مخزون المياه. يعني للأسف أن الإنسان لا يعرف قيمة الشيء إلا إذا فقده. هناك بعض الدول حصل عندها نقص في يعني مصادر المياه الجوفية، فحدثت عندها مشكلات تنموية. كذلك يعني المملكة يجب أن تستفيد من رؤية اليابان. كما ذكر زميلي، نحن في المملكة ليست لدينا أنهار، ليست عندنا بحيرات، نعتمد فقط على تحلية مياه البحر وبعض المياه الجوفية. أنا أتوقع أختي الكريمة أن أكبر مشكلة ستواجه العالم خلال 100 سنة القادمة هي إمدادات المياه. إذا استمر استهلاك الأفراد بهذه الوتيرة العالية يقابله نمو كبير في سكان العالم. أنا أتوقع أنه ربما تحدث مشكلة إذا لم يكون فيه استرشاد في يعني استهلاك المياه في المملكة وفي غيره من دول العالم. أنتقل بكم مشاهدينا إلى ثالث ملفاتنا الصحفية، حيث أطلق الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي جائزة التميز للإعلام الرياضي كأول حدث مهم من نوعه يقام في المملكة ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين، وكذلك الارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية المقدمة، إضافة إلى صقل المواهب الإعلامية الشابة والواعدة وتحفيزهم على إظهار إبداعاتهم في هذا المجال. أستاذ عبد الرحمن، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ خطوة جدا ممتازة، وخاصة في الرياضة، لأن الرياضة تصل إلى كل بيت، تصل إلى حقيقة جميع الفئات. صحيح. فئات الأطفال، فئات المتوسط الأعمار، في كبار السن، حتى أيضا كبار السن، الكل حقيقة يشجع الرياضة. أنا أتمنى من القائمين على مثل هذه الجوائز أن يعطوا اهتمام كبير للتعصب الرياضي. التعصب الرياضي يا سادة بدور موجود الآن في كرة القدم. أنت الآن يكفي أن تفتح تويتر وتشاهد المراشقة أو الملاسنات اللي قاعدة تحدث بين مثلا مشجعي الأندية المختلفة. صحيح. يعني هذا يسب هذا وهذا يتكلم على هذا، يعني حقيقة وصلت إلى ألفاظ يعني بدون مبالغة، ألفاظ سوقية، ألفاظ لا تقبل، يعني ألفاظ يعني لا أخلاقية، ألفاظ حقيقة كلنا نترفع عنها. المشكلة من يقود مثل هذا التعصب هم الإعلاميين الرياضيين. يجب أن يكون هناك اهتمام بهذا الموضوع، هذا أولا، الإعلاميين الرياضيين، وأيضا مسؤولي الأندية ولعيبة كرة القدم هم من يقودون هذا التعصب الرياضي. نجد أيضا، أنا يعني لا أخفيك، أنا أحيانا أسمع بعض مسؤولي الأندية، بعض رؤساء الأندية عندما يتم استضافته حقيقة على بعض القنوات يأتي بألفاظ غير مقبولة، تلقاني ينتقد هذا وينتقد هذا، ووصلت إلى التشكيك في الذمم. حتى عندما أيضا لما أحد اللعيبة مثلا يعني ممكن مثلا لا صحيح والله نفوت كورة مثلا، تلقين يعني تجدين المدرب، تجدين رئيس النادي يشكك في ذمن بعض اللعيبة الموجودين عنده في النادي. وهذه حصلت على فكرة يا سادة بدور في مباراة الوحدة والنصر الأخيرة، عندما تم تشكيك في ذمة أحد لعيبة نادي النصر المعاري لنادي الوحدة، وهذا هذا غير مقبول. يجب أن يكون هناك تركيز على مثل هذا الأمور، يجب أن يكون هناك تركيز على مثل هذه الأمور، يجب على الاهتمام بنبذ التعصب الرياضي لأنه هو الخطوة الأولى. يجب أيضا أن يكون هناك
يعني اهتمام بمثل هذه، باهتمام ايضا بالتشجيع الرياضي، اهتمام بالاخلاق الرياضيه، كل هذه الامور انا اتمنى من القائمين على الجائزه ان يركزوا على مثل هذه الامور، وانا متاكد باذن الله اذا تم التركيز وتم التفعيل الاعلامي لمثل هذه الامور باذن الله سنجد مجتمع رياضي يعني جميل، مجتمع رياضي لا مجتمع رياضي ينبذ التعصب، مجتمع رياضي يتقبل مشجع النادي الاخر. انا ما ابغى جميل جدا. نعم استاذ خالد، هل برايك ستسهم هذه الجائزه في احداث نقله نوعيه في قطاع الاعلام الرياضي برايك؟ والله اول شيء هذه بادره طيبه، ولاول مره تقام في السعوديه احداث جائزه للتميز للاعلام الرياضي في فروع المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصوره الصحفيه، والاخراج التلفزيوني. هذه بالعكس يعني تحفز الشباب وترتقي بالمواد الإعلامية المقدمة. يعني نشيد بالتجربة الإنجليزية التي انطلقت قبل 70 سنة، وأتوقع أنه هذه التجربة مستوحاة من التجربة الإنجليزية التي يعني انطلقت وما زالت مستمرة منذ 70 سنة في يعني جوائز كل سنة لأفضل لاعب، أفضل مراسل صحفي، أفضل لاعب، أفضل صحيفة رياضية يعني تميزت بتغطيتها الرياضية. مثل هذه الجوائز يعني تحدث حراك رياضي في المملكة وفيها تشجيع للمتميزين. نعم، وصلنا مشاهدينا إلى آخر ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة مكة بعنوان شروط الصحة تعوق تطوع الأطباء داخل المملكة، حيث أشار عدد من الأطباء السعوديين أن عزوفهم عن التطوع داخليا يرجع إلى شروط وزارة الصحة المعقدة من وجهة نظرهم، في حين أن دول أفريقيا شروطها سهلة وميسرة، وذلك بعد أن طالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي الأطباء السعوديين بزيارة تطوعية للمرضى في المحافظات الصغيرة والقرى النائية والهجر، ويقدمون فيها المشورة العلاجية ويجرون فيها عمليات جراحية عوضا عن التطوع في أفريقيا وبعض الدول الآسيوية. أستاذ عبد الرحمن، هل تتفق مع ما طرحته صحيفة مكة بأنه فعلا شروط وزارة الصحة تمثل عائق للتطوع؟ طبعا أولا أشيد بهذا الموضوع، موضوع جدا ممتاز وموضوع جدا رائع. هم ذكروا حقيقة بعض الأمور اللي يمكن غائبة عن أذهاننا. هم ذكروا أنه والله فعلا بعض الأطباء السعوديين يذهب إلى أفريقيا، يذهب إلى مثلا دول نامية، دول فقيرة، ويذهب كمتطوع للعلاج، بينما هنا عندنا مثلا لا يذهب إلى بعض القرى وبعض الهجر الصغيرة للمرور عليهم، للكشف عليهم، اللي يعني للاستفسار عن أحوالهم وعن طبيعة وعن أمورهم الصحية. هذا شيء جيد، وإذا كان كما ذكرت الصحيفة أنه فعلا وزارة الصحة أو شروط وزارة الصحة للتطوع داخليا، هذه يعني أنا أعتبرها كارثة يا أستاذ بدور. يجب على وزارة الصحة أن تراجع يعني هذه الشروط، ويجب أن تسهل مثل هذه الأمور، ويجب حقيقة أن تدعم المستشفيات سواء المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة، ويجب أن تعطيهم حقيقة الفرصة كاملة، وأيضا يجب أن تدعمهم بالأجهزة، ويجب أن تدعمهم حقيقة بما يحتاجونه. إذا كان والله هذا الطبيب الآن جاي ويعرض نفسه ويعرض خدماته ويقول لك أنا جاي بعالج وجاي بجلس يومين، بجلس 3 أيام، بجلس أسبوع في بعض القرى بعالج مجانا، بالعكس يعني بدل ما نقول جزاك الله خير نجي نحط عليه شروط ونضع شروط عليه. شروط تعجيزية خليني أذكر بعض منها على أساس أن يكون المشاهد على اطلاع. صعوبة المواصلات، تكون المواصلات على الطبيب. صحيح. برضو تحمل الطبيب تكلفة الأدوات الصحية والطبية اللي معه، ودفع مبالغ شهرية للمستشفى. هذه أنا أقول لك هذه شروط حقيقة غريبة، تعجيزية وشروط غريبة أن تضع وزارة الصحة. دعني أسأل أستاذ خالد، هل هناك تقصير من قبل وزارة الصحة في مجال التطوع الداخلي برأيك؟ والله أنا أولا أختلف معكم، يعني حقيقة يعني التطوع في مجال الصحة صعب شوي، يعني هذه حياة أشخاص. في الخبر يقول لك لتقديم المشورات العلاجية في القرى والهجر، نتوقع أن هناك مستوصفات وأن الحكومة أوصلت المستشفيات وإلى القرى والهجر. لا، ولو مقطوع عن حديثك أستاذ خالد، في يعني من إيجابيات هذه العملية التطوعية للأطباء في القرى والهجر، في بعض المواطنين تكون يعني بالنسبة للمستوصفات والمستشفيات الحكومية مواعيد بعيدة جدا، يعني بدل ما يستنى مثلا 2 أو 3 سنوات يجي الطبيب ينهي معاناته بشكل فعال
ممكن يحتاج إلى إجراء بعض العمليات الجراحية، يعني ما يقعد يستنى سنتين أو ثلاث سنوات على الانتظار، أختي خاصة الكريمة في المجال الحكومي، المستشفيات الحكومة والأنصاص أيضا. ممتاز أختي الكريمة، أنت ذكرتي إجراء العمليات الجراحية. نعم. إجراء العمليات الجراحية، لكن هذه يعني المستوصفات في القرى والهجر ما توجد فيها إمكانيات لإجراء بعض العمليات. نعم. الجراحية. نعم. هذه وجهة نظري أنه وزارة الصحة. نعم. تنظيمها ممتاز بارك الله فيكم، أنا هذا ما عندي. يعطيك العافية. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، هذا كل ما لدينا من ملفات. في الختام أشكر ضيفي في الاستديو الإعلامي الأستاذ عبد الرحمن مرشد، شكرا لك. يا يعطيك العافية. الحديث معكم ممتع أنتم الأستاذ خالد، لكن للأسف الوقت داركنا. وأيضا أشكر ضيفي من تبوك الإعلامي خالد العطوي، يعطيك العافية أستاذ خالد. بارك الله فيك أختي بدور. الشكر الأول والأخير لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، أتمنى لكم متابعة ممتعة مع بقية برامج الإخبارية. إلى اللقاء.